بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أقدم في هذا المقطع الذي آمل أن يكون ذا فائدة كبيرة لطلبتنا على مستوى الماجستير، وربما سنة أخيرة في الاقتصاد، وربما للدكتوراه، لأنه قلما نتحدث عن الدورة التجارية أو ما يسمى trade or business cycle بمساقاتنا. فدعني أبدأ بالدورة التجارية تعريفها. تعرف الدورة التجارية بأنها الفترة الزمنية period of time، الفترة الزمنية التي تتذبذب خلالها المتغيرات الكلية macro variables صعودا وهبوطا، وعادة ما يقاس هبوط وصعود الدورة بواسطة التغير في الناتج المحلي الإجمالي أو gross domestic product GDP. المتغيرات الكلية على سبيل المثال مستويات الإنتاج production levels، والطلب الكلي aggregate demand، معدل البطالة unemployment rate، أنشطة البناء construction activities، التراكم الرأسمالي أو capital accumulation. كل هذه المتغيرات الكلية التي ينظر إليها الاقتصاديون باعتبارها مؤشرات حول ماهية الدورة التجارية أو business cycle وما وخطورتها وعمقها ومداها. مستوى الاستهلاك كذلك الأمر من المتغيرات الكلية، تراكم الثروة وحجم الائتمان credit volume، وكل ما يتعلق به مثل الاستثمار، أسعار الفائدة والطلب على النقود وما شابه كل ذلك بما يتعلق بالموني ماركت. هذه المتغيرات الكلية هي من أهم المتغيرات التي يستخدمها الاقتصاديون في التنبؤ بماهية الدورة التجارية عمقها ومداها. الآن هذه عندما تتحرك مع بعضها البعض، كل هذه المتغيرات ومتغيرات أخرى طبعا تسمى حركتها حركة مشتركة أو co-movement، لأنها تتحرك مع بعضها البعض، إما أنها مضادة لبعضها البعض أو أنها مع بعضها البعض هبوطا أو نزولا. الآن التمثيل البياني للدورة التجارية البيزنس سايكل على المحور الأفقي هو الآن عامل الزمن، سنوات أشهر أو أرباع، أو ربما نتحدث عن نصف عقد ربع عقد من الزمن أو عقد كامل. فعلى المحور العمودي بتكون هي التغير في الناتج المحلي الإجمالي، لكن بمعظم الحالات نتحدث نحن عن سنوات أو كل نصف عقد. فهذا الخط الأحمر المتقطع هو ما يسمى بالبيس لاين أو الخط المرجعية، خط الأساس الذي نقارن بواسطه أو بالنسبة له تذبذب من التغير في الناتج المحلي الإجمالي. فهذا خط الأساس اللي هو البيس لاين. الدورة التجارية الآن يعني على سبيل المثال كانت في هذه المرحلة، مرحلة الصعود، وصلت إلى القمة وأخذت بالهبوط بعد ذلك، وصلت إلى القاع ثم صعدت بعد ذلك في طريقها للمعافاة، فصعدت إلى قمة أعلى، إذا ما لاحظ قمة أعلى، ثم أخذت بالهبوط ووصلت إلى قاع أقل وأكثر عمقا من القاع الذي يليه، وهكذا وهكذا. فهذا الآن هو خط الدورة التجارية. هذه النقاط والمتغيرات التي فيها هبوطا وصعودا كل واحدة لها اسم يميز عن هذا. فعلى سبيل المثال الدورة التجارية هي هذا الخط المتقطع، مرحلة الازدهار أو الجروث أو النمو الاقتصادي كلياتها بتقول انه المتغيرات الاقتصادية تدفع نحو الوصول الى القمة. هاي القمة اللي هي النقطة الخضراء هذه، وعلى سبيل المثال من يعني من بتكون عند مستوى معين فوق الخط بعيد عنه بمقدار كذا وكذا، سنتحدث عنها ان شاء الله بعد قليل. فهذه هي القمة، هذه هي القمة. الان في مرحلة الانحسار الى حد ما اللي ريسيشن او انحسار، تأخذ هذه المتغيرات الاستهلاك، الانتاج، التشغيل، التوظيف بالانخفاض حتى تصل الى نقطة القاع اللي هي التغير في الناتج المحلي الإجمالي، بصل لأدنى مستوى له خلال الفترة الزمنية مما بدينا هنا حتى انتهينا هنا الى هذه اللحظة. فهي نسميها قاع او تروف، وربما تؤشر الى كساد عظيم depression في بعض الاقتصادات. يعني على سبيل المثال في 1929 من القرن الماضي حدث كسائر عظيم على المستوى العالمي، وكان طبعا الاقتصاد الامريكي بقود هذا الاقتصاد العالمي، فحدث كسائر عظيم ادى الى افلاس كثير من الشركات، وكان معدلات البطاله وصلت الى معدلات مخيفه جدا، ومعدلات الفقر كذلك. الان اللي هي هذه التروف القاع. الان في مرحله الصعود والتعافي
هاي مرة نسميها معافاة أو ريكفري، تأخذ هذه المتغيرات بتغير وتصل إلى قمة أخرى. هنا القمة الأخرى، لكن كما ذكرت قبل قليل بأن القمة هذه أعلى من القمة التي سبقتها. هذا الآن الفرق بين خط الأساس والقمة أو القاع. القمة أو القاع نسميها إحنا amplitude أو السعة، يعني قديش أو كم هو الفرق بين الخط المرجعي اللي منقارن بالنسبة له والقمة، أو على سبيل المثال هنا القاع، الخط الفرق بين الخط المرجعي والقاع في هذه الحالة. هذه الامبليتيود بتعطيني مؤشرات أو بعض المعلومات عن عمق الدورة، عمقها إما كانت يعني عمقها صعودا نحو القمة أو هبوطا نحو القاع. هذه المعلومات المهمة جدا عن الدورة التجارية لابد أن نأخذها باعتبار كاقتصاديين حتى نتمكن من تحليل كثير من المؤشرات اللي بتدل على قدومها، كم يعني مداها وهكذا. الآن حقائق الدورة التجارية أو ما يسميها الاقتصاديون ب business cycle facts، تتفاعل المتغيرات الكلية، لكن هناك ثلاثة أشكال للتفاعل لحال المتغيرات الكلية وعلاقتها بالدورة التجارية. أول حالة اللي هي بتكون هذه، تكون هذه المتغيرات الكلية داعمة لاتجاه الدورة، داعمة لها صعودا أو هبوطا، إما صعودا أو هبوطا بسموها إحنا pro-cyclical، داعمة لاتجاه الدورة اللي هي pro-cyclical movement، أو أنها مضادة لاتجاه الدورة counter-cyclical movement، إما صعودا أو هبوطا، وأخيرا غير ذي صلة بالدورة acyclical acyclical. طبعا الاي هنا مندمجة مع الكلمة حتى يعني يقصد بها باللغة الإنجليزية بأنها تعني العكس، فغير ذي صلة بالدورة أي أن ليس لها علاقة بالدورة acyclical فلا تدل على أي اتجاه. إذن عندي ثلاثة أشكال من المتغيرات وعلاقتها مع الدورة، إما بتكون داعمة لاتجاه الدورة pro-cyclical إما صعود وهبوطا طبعا، أو مضادة لاتجاه الدورة counter-cyclical صعودا وهبوطا، وأخيرا أن تكون غير ذي صلة بالدورة acyclical فلا تدل على الاتجاه. حقائق الدورة التجارية، لنأخذ بعض الأمثلة الآن على عفوا التمثيل البياني. هنا هذه دورة تجارية أخذت بالصعود حتى وصلت إلى القمة، ثم انخفضت حتى وصلت إلى القاع وهكذا. فإذا كانت الآن المتغيرات داعمة لاتجاهها، نلاحظ بأن هذه المتغيرات الكو موفمنت إلها كانت مع الدورة، فأخذت تقريبا شكل الدورة، لهذا السبب سميناها داعمة أو برو سيكليكال. شكل آخر الآن اللي هو كاونتر سيكليكال، الزمن طبعا على المحور الأفقي والتغير في الناتج المحلي الإجمالي على المحور العمودي، فعلى سبيل المثال هذه الدورة صعدت هبطت صعدت هبطت وهكذا، لكن نلاحظ بأن المتغيرات الكلية كانت غريبة. عندما كانت الدورة في قمتها كانت المتغيرات في القاع، ثم عندما كانت الدورة في قاعها المتغيرات في القمة وهكذا، فأخذت اتجاها مضادا، لذلك نسميها مضادة للدورة أو counter cyclical. في الحالة الثالثة الزمن على المحور الأفقي وكذلك الأمر التغير في الناتج المحلي الإجمالي على المحور العمودي، فمنلاحظ على أن الدورة صعدت هبطت صعدت هبطت وهكذا، لكن نلاحظ بأن عندما كانت الدورة في قمتها كان بعض المتغيرات أو نفس المتغيرات مجموعة في القاع، وعندما أخذت تتعافى تعافت معها، وبعد ذلك أخذت يعني خطا مستقيما في الحين اللي كان يعني تهبط فيه، لذلك هنا بنسميها احنا غير ذي صلة بهذا. هذه اللي هن ثلاثة حقائق، إما بتكون داعمة المتغيرات الكلية داعمة لاتجاه الدورة التجارية أو البزنس سايكل أو تريد سايكل، أو بتكون مضادة لها، أو بتكون غير ذي صلة. فهذه الثلاثة أشكال عن حقائق الدورة التجارية. الآن قلنا هناك كيف يعني يقوم الاقتصاديون باستخدام بعض المتغيرات خاصة الكلية منها حتى يتنبؤوا. فهناك ثلاثة أشكال للمتغيرات ودورها، طبعا دورها في ومكان في عملية التنبؤ الذي يقوم به الاقتصادي. هناك متغيرات قائدة
مؤشرات متقدمة اسمها leading indicators يستخدمها الاقتصاديون في التنبؤ بشكل وقوة الموجة، موجة التريد، تريد ويف، تريد سايكل، ومثال عليها معدل البطالة، عدد ورخص مساحات البناء، انفاق المستهلك والتراكم الرأسمالي. على سبيل المثال إذا لاحظنا بأن معدل البطالة ينخفض، عدد ورخص مساحات البناء، المساحات اللي حدث عنها عمالها تكثر العدد والمساحات المطلوبة كبيرة وإنفاق المستهلك زاد والتراكم الرأسمالي زاد، معنى ذلك أنه هذا مؤشر على أنه الدورة التجارية الآن والتريد سايكل في اتجاهها في يعني محور الازدهار والنمو نحو القمة، نحو القمة. هناك مؤشرات متزامنة، مؤشرات متزامنة أو متغيرات متزامنة نسميها coincident indicators، هنا نسميها leading indicators، هون coincident indicators أي أنها تأتي مع الحدث نفسه، إن كان معافاة ونموا وازدهارا أم تراجعا وانحسارا وكسادا. ربما يعني بدي أذكر في هذه الحالة بس مثال يعني أكون متعجل فيه، وهو على سبيل المثال إذا انخفضت درجات الحرارة، زادت درجة الرطوبة وشاهدت الغيوم في السماء، معنى ذلك أنه هذه عبارة عن مؤشرات قائدة، مؤشرات متقدمة على مجيء المطر. الآن إذا سقط المطر هذه مؤشرات متزامنة مع الحدث، أي هنا أنا أرى المطر الآن وبالتالي هي coincident indicators على حدود المطر. النوع الثالث والأخير متغيرات متأخرة، مؤشرات متخلفة lagging indicators تجعل الاقتصادي متيقنا من الحدث أكان نموا وازدهارا أو تراجعا وانحسارا. في حالة المثال الغريب اللي ضربته قبل قليل عن المطر، إني يعني لمست بأن الأرض كانت مبتلة، شاهدت المزروعة فيما بعد، معنى ذلك الآن متيقن أن المطر هبط وقد وقع الحدث اللي أتحدث عنه. حقائق الدورة التجارية، لأن بعض المؤشرات البسيطة مؤشرات فقط indicators، المتغير الاتجاه تبعه والتوقيت إله. الآن الاستثمار الرأسمالي عادة بيكون داعم لاتجاه، إذا كان يصعد معناه بتصعد هذا مع صعود الدورة وبكون متزامن معها، بكون متزامن مع الدورة. الإنشاءات السكنية بتكون داعمة للدورة معها ومتقدم عليها، فإذا كان في عندي زيادة في الإنشاءات مساحاتها معنى ذلك أنها تدعم اتجاه الدورة نحو النمو ومتقدم، بتكون بعطيني مؤشر قبل حدوث النمو الاقتصادي اللي أنا يعني أو القمة. كذلك الأمر الإنفاق الاستهلاكي داعم ومتزامن، التشغيل داعم ومتزامن، الأجور الحقيقية داعمة لكنها غير محددة التوقيت، معدل البطالة معاكس، ما كل إذا ارتفع المعدل معناته بيكون معاكس الدورة وإذا انخفض معناته معها، وغير محدد طبعا. وأخيرا معدل التضخم داعم لكنه متأخر، يعني بمعنى آخر أنه لنفترض أنه وصلت الآن الدورة إلى القمة لكن هذا يعني أن الأسعار ارتفعت وبالتالي معدل التضخم ارتفع. هذه من حقائق الدورة التجارية المهم جدا أن يأخذها بعين الاعتبار الاقتصادي، فهذه هي المتغيرات الكلية التي يبحث عنها الاقتصادي. الآن دعنا نحلل بعض النتائج، بعضها ليس كثير منها لكن بعض النتائج المهمة جدا جدا. دعنا الآن نأخذها يعني بيانيا، العمالة على المحور الأفقي، الآن الإنتاج على المحور العمودي، بكون عندي إذا كان في حالة الازدهار هذا دالة الإنتاج، بسميها TQ لL sub 1 اللي هي يعني total product للليبر، فعندي العمالة هنا وعندي كمية الإنتاج، فهي كمية الإنتاج الكلي للليبر عند المرحلة الأولى إذا كان عندي نمو وازدهار ووصلت للقمة. إذا أخذ الآن الإنتاج بالحساب عن الدورة التجارية أخذت بالهبوط نحو القاع، ينخفض الإنتاج من total quantity TQL sub 1 إلى TQL sub 2، معنى ذلك أنه الآن هبط الإنتاج وانخفاض الناتج الحدي في حالة الانحسار، الناتج الحدي للعمالة في حالة الانحسار. حالة أخرى من هذه النتائج عن الدورة التجارية، عند الإنتاج على المحور الأفقي
مستوى الأسعار على سبيل المثال، وكان عندي الآن يعني توقعاتي أنه الدورة التجارية آخذة في النمو والازدهار وتتجه نحو القمة، نحو القمة. الأجريجيت سبلاي اللي هو الإنتاج الكلي اللي بعرضه يأخذ هذا الشكل، بيزداد بتسارع، لكن بعد فترة تأخذ الآن الأسعار ترتفع مع قليل من الزيادة على الإنتاج. فعندي الأجريجيت ديماند بتقاطع مع الأجريجيت سبلاي، الأجريجيت ديماند طبعا رقم واحد بتقاطع مع الأجريجيت سبلاي أو مع الإنتاج عند هذه النقطة، وبتقول لي أنه على سبيل المثال هذه كمية الإنتاج الأولى وهذا مستوى الأسعار الأولاني Y1P1. فالأجريجيت ديماند والأجريجيت سبلاي إنتاج كلي تقاطعوا عند هذه النقطة فأنتجوا هذا الزوج المرتب Y1 وP1. الآن نتيجة لزيادة الإنتاج واتجاه نحو القمة ارتفع الأجريجيت ديماند إلى المستوى AD2، معنى ذلك أنه التقاطع حدث في هذه النقطة هنا، والزوج المرتب الناتج هو Y2 مع P2. نلاحظ الآن نتيجة لميل خط الإنتاج والأجريجيت سبلاي السلوب له لأنه شوي حاد، معنى ذلك أنه الآن الإضافة على الإنتاج ستنخفض، يعني بصير عندي Y3 أقل من Y2 بكثير الإضافة عليها والأسعار ترتفع، معنى ذلك بأن تضخم سيحدث تضخما في حالة التوجه إلى القمة. آخر حالة سنحللها عندي طبعا هنا في سوق العمل، هنا في سوق السلع، تذكروا أحبة الطلبة هذا سوق العمل والإنتاج، هنا الآن سوق السلع aggregate demand aggregate supply على كل شيء طبعا consumption investment government expenditure export import وما شابه. الآن عندي في سوق النقود، في سوق النقود this is the IS اللي هو investment saving curve أو منحنى الاستثمار والادخار، وعندي liquidity money السيولة والطلب على النقود الأولاني طبعا في حال قبل، يعني خلينا نقول في حال دورة معينة فبتقاطعوا في هذه النقطة، فبكون عندي تحقق الزوج المرتب Y1 وسعر الفائدة R1 هنا R1. ففي عندي هذه النقطة تكونت من الزوج المرتب على الدخل Y1 وسعر الفائدة R1. الآن تدخل البنك المركزي بده يكبح جماح التضخم لأنه لاحظ في الكوموديتي ماركت أو في سوق السلع بأن كمية الإنتاج، الإضافة على كمية الإنتاج كانت قليلة أو تنخفض تدريجيا، الإضافة بنحكي المارجن برودكت أوكي، فالأسعار ترتفع فتتدخل البنك المركزي حتى يكبح جماح التضخم من خلال سحب سيولة. فالآن التقاطع الجديد LM NOT 1 2، فيحدث عند هذه النقطة تكونت من الزوج المرتب التالي اللي هي Y2 وR2، ما يعني بأن الإنتاج أو الدخل انخفض وارتفعت أسعار الفائدة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، وأرجو الله طبعا إن شاء الله أنه بفيدنا طبعا تحدث عن السياسة النقدية وسوق النقود هنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله ومقطع آخر مفيد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.